السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج متميز جدا اسمه اوبسيديان. البرنامج ده ميزته في ايه؟ ميزته لو انت عندك بحث علمي وعندك مواضيع متشعبة فهو بيربط لك ببعض. يعني مثلا لو انت بتتكلم على الآثار وعندك الأسرة الأولى والأسرة التانية والأسرة التالتة، وفي مثلا حاجات مشتركة هنا من الناحية السياسية من الناحية الاجتماعية، فبتلاقي في فوضى، فهو بيبدأ يرتبها لك بحيث تبقى عارف ان في الموضوع دوت في بحث او في كتاب مرتبط بيه في المكان الفلاني. طيب هنقول له كنترول ان، تمام، ونبدا بقى مثلا نسمي دوت، وليكن مثلا هسميه مثلا جرين، تمام. طيب انا عندي جرين دوت مرتبط بموضوع تاني، فانا بكتب البحث. يعني انت بتكتب كلام كتير قوي. I will discuss this point with مثلا، في بقى كلام تاني مثلا وليكن مثلا كود. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتبدأ تفتح الاقواس بتاعتك اهو اهو، واكتب مثلا كود، تمام، وتدوس مسافة. خلاص هو عمل لي لينك. فاكر ويكيبيديا بيبقى فيه لينكات، تمام اهو. طيب انا عايز اعمل مثلا هنا واسمي ده كود، تمام. الكود ده بتكتب بقى مثلا فيه، وخلينا نعمل واحد كمان كده مثلا نسميه ايجيبت مثلا، تمام. كان احنا بنتكلم على الكود اللي في مصر وهكذا. نقول مثلا ان ايجيبت، وينفع تكتب انجليزي ايجيبت هاف ا جود كود. بص هو بدأ يظهر عندك اختيارات، الاول ما كانش فيه صفحات موجودة فبقت موجودة، مجرد تدوس مسافة او انتر بيبدأ يحولها للينك، تمام. كل حاجة تبقى مرتبطة مع بعض، ممكن تحط اسامي كتب وهكذا. طيب خلينا مثلا نكتب كود I read Egypt code. Egypt code بالشكل دوت، تمام. تعالى بقى هنا Open Graph View، بيبدأ يظهر لي الحاجات مع بعض بالشكل دوت. يعني ممكن يكون عندك طبعا 500 600 نقطة في المجال البحث بتاعك، ما بيبقاش بالشكل السهل دوت، فمتداخلين مع بعض. دلوقتي بقى الموضوع بقى سهل، مجرد تدوس على جرين هيدخلنا على الصفحة بتاعت الجرين وشوف الارتباطات. فهي فكرة الربط بينهم، شكل الخلايا العصبية وكده بيبقى شكلها قوي وظريف، وبتقدر تعمل الانيميشن بينهم، بيقول لك ان ده كاتب الاول و فتبدا تشوف الحاجات ايه اللينكات اللي بينهم. تقدر تعمل زوم، تقدر تعمل سيلكت على اي واحد فيهم بالشكل دوت، وبقى بيبدا يجيب لك اللينكات، تبدا تشوف في، تقدر تعمل جروبات، تقدر تعمل فلتر. فالفكره ان هو ينظم لك البحث بتاعك. يعني ممكن تكون انت بتكتب كتاب فتبدا تعمل فصول وتبدا تربط الفصول بعضها ببعض، بحيث ان انت لما تعوز معلومه تقدر توصل لها بسهوله. برنامج سهل ولذيذ وهيوفر لك وقت كتير. طبعا تقدر تعمل اكتر من فولدر، كل فولدر بيبقى فيه المواضيع بتاعته بالشكل دوت، وتقدر تنظمهم مع بعض. تقدر تسحب مثلا ده تحط ده تحت دوت وهكذا زي ما بتحب، وهو اوتوماتيك يعمل لهم ابديت. صراحة حبيت البرنامج، لقيته سهل وظريف يعني، فقلت اقول لكم عليه وجزاكم الله خيرا.